كيف اجتمعت شغل معكم؟ والله شيء ممتاز الحمد لله. هلا طلعت ما في شيء طاول والله. حدا حكاك؟ لا لا طاول هذا ماشي، ما حدا حكى معي ولا شيء، ولا حدا ازعجني طاول. في فرحة؟ لا الحمد لله في فرحة بإذن الله. لحد الآن ما في شيء أبدا أبدا أبدا، والناس إخدة كانت نظرة إني كذا 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 يعني، ولا أنا شفت شيء غير، أنا شفت شيء غير يعني الحمد لله العالمين. هلا أنا أول الناس، أنا أول الناس جاي من السكري على شغلي، بيني وبينكم أنتم إن شاء الله مثل أولادي أو مثل أخوتي أو هي، خايف إني على الطريق حدا يقول لي وين رايح أو كذا. وإيمة طالع أنا من الصبح الساعة 3:30، صليت الصبح وطلعت يعني حدا يعني حبيت حدا يقول لي محلك أحلى بعينك. كان قبل كان كله حوادث، وين رايح وين جاي؟ إيه يعني أخاف يعني، حتى عدت علي فترة ما أشيل هوية، أخاف متعالي. هلا الحمد لله رب العالمين يعني حسيت مثل كأني بين أهلي بين ناسي بين يعني واحد يحكي ضميره ما يلف ودور. اشتلنا حلب كله هلا. شعورك؟ شعور لا يوصف، ما بقدر يوصف لك الفرحة اللي أنا فيها. صدقت إن أنت بحلب؟ الصراحة لا، لأنه يعني جيت ولسه لحد الآن ماني مستوعب الشيء اللي صار أبدا أبدا. أول مرة بعد 13 سنة. كيف شفت الوضع؟ والله وضع أحسن من هيك ما في، يعني ما شاء الله تنظيم شغل، يعني كل موقع مثلا عليه حرس، عليه في تنظيم، يعني أنا لاحظت إنه في تنظيم كتير يعني. في شفت التقديم اللي عم يخدموه كمان الشباب للسكان حلب اسمه؟ والله إيه شفت، شفت في مكان في توزيع خبز، عم يوزعوا خبز يعني مجاني. شباب ضايقكم شيء أو حدا حكاك أو شفت شيء معاملة سيئة من الشباب؟ كيف شباب؟ والله ما شفنا إلا كل خير. هذا ازعج حدا؟ شو شعورك هون يا زلمه؟ بس شعور قلبي وكياني كلياته فرحان، الشعب السوري كلياته فرحان عم بصيح، عرفت؟ والحمد لله. شلون شفت الشباب ودخلوا الصلاة على النبي؟ سوده مو مثل الخنزير، الحمد لله من فضل الله اخذنا وهي حلب طلع لها نهارين، وان شاء الله 3 ايام ناخذ سوريا كلها.